السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في المشهد التونسي، يأتيكم من قناة المغاربية في لندن. سنعود للحديث اليوم عن التعاون الغربي التونسي. أمس حدثنا عن التعاون الأمريكي التونسي بمناسبة المنتدى الاقتصادي ورجال الأعمال الذي انعقد في تونس بمشاركة 300 رجل أعمال من بلدان مختلفة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك صندوق التعاون التونسي الأمريكي. اليوم الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة كذلك أوروبية لتونس بقيمة 300 مليون أورو. فالحديث اليوم حول هذه المساعدات التي بدأت تأتي لتونس تنهار أو تتهاطل على تونس. طبعا المعارضة اليوم لم تكن راضية على هذه المساعدة وعلى الموافقة، لأن البرلمان التونسي هو الذي وافق على المضي في هذه المساعدة، بل إن بعضهم ذكر أن هذا نوع من الاستعمار الجديد. أرحب في البداية بالخبير الاقتصادي معي من تونس الأستاذ معز الجودي، سيعلق لنا على هذا الموضوع وما يستتبعه كذلك أفرع هذا الموضوع، لكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. برغم مشاركة وزيرة التجارة الأمريكية بيني بيتسكر في منتدى الشراكة والاستثمار التونسي الأمريكي، ورغم بعض الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والتي تشير إلى انخفاض العجز التجاري التونسي، إلا أن صيحات فزع صادرة عن وزير المالية سليم شاكر قال فيها نحن لا ندري كيف سنغطي باقي نفقات ميزانية العام الحالي، مشيرا إلى أن النفقات في حدود 29 مليار دينار، في حين أن المداخيل تقدر ب 21.5 مليار دينار إذا سارت الأمور عادية بدون مشاكل في النمو ودون إضرابات. وأضاف أن حكومة الحبيب الصيد ورثت وضعية اقتصادية مزرية، وأن القروض المتصاعدة تساهم في تغطية النفقات من أجور وغيرها عوض بناء مشاريع تنموية. محافظ البنك المركزي الشادي العياري أضاف مزيدا من المخاوف قائلا قد نجد أنفسنا عاجزين عن سداد الرواتب قريبا. في ذات السياق صادق مجلس النواب الشعب على قرض جديد لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي ب 300 مليون يورو، غير أن نواب المعارضة اعترضوا بشدة على هذا القرض بسبب الشروط المصاحبة والتي تحول إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى ستراسبورغ والبنك الدولي حسب نواب من المعارضة، فيما وصفه وزير التربية السابق بأنه استعمار جديد لتونس وأن البلاد بيعت ب 300 مليون يورو على حد وصفه. تونس تعاني من تزايد خدمة الديون المدفوعة بالعملة الصعبة، في حين أن الدينار التونسي سجل هبوطا حادا في قيمته أول من أمس، وبلغت تسعيرته أمام الدولار أدنى مستوى لها على الإطلاق. النجاح التونسي كما وصفه أوباما مهدد في جانبه الاقتصادي، لذا سارعت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون بمؤتمراتهم وإعاناتهم لإنقاذ مثال سوقوا له كثيرا في فضاء عربي تتعمق فيه الأزمة وتهيمن عليه الفوضى. إذا مشاهدي الكرام، أعود مجددا وأرحب بالأستاذ معز الجودي الخبير الاقتصادي. أستاذ معز مرحبا بك. بداية، ما هي أهم الملاحظات التي يمكن أن تسوقها بحكم تخصصك في هذا المجال حول هذا التعاون الأمريكي الأوروبي، هذه المساعدات التي تأتي؟ أكيد لن تأتي هكذا، هناك ثمن، هناك شروط لابد أن تستجيب لها الحكومة التونسية. أهم الملاحظات على هذا التعاون الأوروبي أو التعاون التونسي الغربي بصفة عام. أهلا وسهلا، مرحبا وبارك الله فيكم على الاستضافة. أول نقطة نحب نشير لها، الوضعية الاقتصادية التونسية وضعية صعبة وصعبة للغاية. الاقتصاد التونسي وبدون أي مبالغة هو في حالة احتضار، وهذا نحن نبهنا منه في عديد الأحيان وقلنا عليه، لكن إلى حد الآن ليس هناك برنامج عمل متكامل وليس هناك برنامج إنقاذ لمعناتها إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني التونسي وخاصة لإنقاذ الاقتصاد الوطني التونسي. هناك أرقام مفزعة، هناك مؤشرات سلبية، معناتها نذكر البعض منها. نحن في تونس عندنا تفاقم في العجز، عجز الميزانية نتاع الدولة وصل إلى 6-7%، معناتها ما يقارب 8 مليار
دينار، عنا عجز كبير في الميزان التجاري، معناتها أكملنا سنة 2014 بعجز حدود 13.7 مليار دينار، عنا مديونية معناتها ازدادت كثيرا في تونس، نسبة المديونية الآن 54% ناتج محلي الخام، لكن الخطير في المديونية أن المديونية كلها اللي وقع معناتها الحصول عليها في الأربع سنوات الفارطة كلها مشات معناتها في الاستهلاك وفي النفقات العمومية، المديونية ما نفعتش للاستثمار وللتنمية، وهناك مع التضخم مالي وضعف القدرة الشرائية نتاع المواطن، المواطن التونسي خسر 40% في القدرة الشرائية نتاعه من سنة 2010 إلى سنة 2014. حقيقة الوضع الاقتصادي في حالة صعبة للغاية، نعم، على مستوى التوازنات المالية وعلى مستوى الأساسيات. طيب. فهالإعانات هذه والمساعدات من طرف دول كما الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي حسب اعتقادي هي مساعدات ليست في المستوى، لأنه نشوفوا معناتها المنح والتمويلات اللي أعطوها لتونس هي لا تكاد معناتها تتجاوز 100 مليون يورو ولا 150 مليون دولار، ولا ما فماش إعانات كبيرة ولا معناتها قروض كبيرة، ومعناتها القروض والإعانات كلها معناتها مربوطة وكلها وراها إملاءات وشروط تدخل حتى في السيادة الوطنية لتونس. فنحن حذرنا وقلنا حذاري من هذه الإعانات ومن هذه المساعدات، هناك معناتها إصلاحات نجم نقوم بها على المستوى الداخلي، هناك عمل معناتها نجم نقوم بها على مستوى الاقتصاد الوطني، ومن الداخل نصلح اقتصادنا ونحسن معناتها المردود على الاقتصاد، وكفانا اعتمادا على الدول ومعناتها بلدان وقارات. أستاذ معز، أشرح لنا العبارة ذكرتها آنفا أن السيادة الوطنية منتهكة بهذه القروض، يعني معناتها نشوفوا أنه القروض معناتها ولات تمشي في خلاص الأجور، القروض ولات تمشي في كل ما هو نفقات عمومية، فمعناتها فما احتياج لهذه القروض أصبح عاجل وأكيد. فهالبلدان اللي تعطي قروض لتونس ولا معناتها تعطي ضمانات لتونس تستغل هالفرصه هذه وتستغل معناتها هالوضعيه الصعبه هذه باش تفرض على تونس بعض الاملاءات معناتها فيما يخص معناتها علاقات تونس ببعض الدول ولا بعض معناتها في المغرب العربي ولا مقارنه بالوضعيه الامنيه. مثلا نعطيك مثال باش نكونوا على ارض الواقع، نحن حسب المعلومات اللي وصلنا اخيرا انه معناتها كانت من نيه الحكومه التونسيه الحاليه ترجع العلاقات مع سوريا، نعم. فهناك ضغوطات باش تونس ما ترجعش العلاقات مع سوريا، فهناك اشياء من النوع هذا. واضح. هناك رغبه من الولايات المتحده الامريكيه في تركيز معناتها قاعده عسكريه في تونس، وهذا معلوم ونعرفوه، وهناك ضغوطات كبيره من طرف الولايات المتحده الامريكيه لتركيز القاعده هذه. لكن طبعا الحكومه التونسيه والسلطه بسيد باجي خالد السبسي رفض الى حد الان، يعني هذا الكلام الذي يدور في الاعلام انه يرفض إجراء هذه القاعدة، لكن المضي في هذه القاعدة الأمريكية. لكن أستاذ معز، فيما يتعلق باستفادة المواطن التونسي، ما الاستفادة التي يمكن أن تتحقق للمواطن التونسي للمناطق المحرومة في الشمال وفي الغرب وفي الجنوب وفي أماكن كثيرة في تونس؟ هناك مناطق محرومة كثيرة، كيف يمكن أن تستفيد من هذه المساعدات، منها 300 مليون يورو وغيرها المساعدات التي قد تصل؟ يعني اول حاجه انا نحيي اي مسؤول سياسي واي معناتها رئيس او رئيس حكومه يفرض معناتها يرفض علنيا انه يقع فرض عليه معناتها املاءات ولا رغبات اجنبيه. اذا السيد الباجي قايد سبسي رفض هذا معناتها ما هو الا معناتها موقف ايجابي. بالنسبه للمساعدات هذه والمناطق المحرومه هي غير كافيه، لانه تونس الان في حاجه اقتصادها الى برنامج انقاذ باتم معنى الكلمه، والى برنامج اعاده تنشيط الاقتصاد. هناك مشاكل هيكليه في الاقتصاد الوطني التونسي، هناك معناتها مناطق معزوله، هناك ضعف في البنيه التحتيه، هناك مناخ اعمال في حالة سلبية للغاية. معناتها المناطق نتاع الشمال الغربي لا تكفيها الإعانات هذه، لازم إعادة نظر في منوال التنمية، لازم إعادة نظر في طريقة الاستثمار في المناطق هذه، لازم تحسين البنية التحتية، لازم معناتها ربط هالمناطق هذه بكل ما هو شبكة انترنت وشبكة معناتها اتصالات. المستثمر الآن لا يذهب إلى مناطق ليست هناك فيه انترنت أو ليست هناك معناتها بنية تحتية تنجم تعاونوا على الاستثمار نتاعو، فهذا الكل لازم يقع تغيير ويقع الاستثمار فيه وتحسين حتى جودة الحياة في المنطقة هذه باش نجم المستثمر والمنتج معناتها يتشجع ويتحول للمنطقة هذه. طيب أستاذ معز، وزيرة التجارة الأمريكية أمس في اللقاء الاستثماري اللي عقد في تونس تحدثت عن إجراءات لابد أن تتغير، قوانين لابد أن تتغير، وخصت بالذكر مجلة الاستثمارات التي سمتها هي بعبارتها متاهة حقيقية.
أين المشكل؟ يعني أنت تتصور أن مجلة الاستثمارات الموضوعة الآن لابد أن تغير بالكامل، أين يمكن أن يقع التغيير؟ وهل فعلا أن هذه المجلة وضعت لتبييض الفساد إن صح التعبير، حيث أنها طبعا تعود للعهد القديم عهد بن علي؟ والله معناتها هي وزير التجارة الأمريكية ذكرت أربع نقاط بالأساس البارحة. ذكرت مجلة الاستثمارات التي معناتها يجب إيقاع تغييرها وتطويرها، ذكرت معناتها كل ما هو إصلاحات بنكية ومالية، ذكرت كل ما هو إصلاحات على مستوى الجباية وعلى مستوى الديوانة والجمارك معناتها، وذكرت إصلاحات لازم تقع على مستوى الإدارة التونسية. هل أربع نقاط هذوما اللي ذكرتهم وزير التجارة الأمريكية نحن ذكرناهم في تونس في إطار المجتمع المدني عند الخبراء لنا أربع سنوات، ونحن نذكر في النقاط هذه ونعاود فيهم. إذا وزير التجارة الأمريكية ما جابتش جديد كما نقولوا عنا، معناتها هذا ليس جديد. بالنسبة لمجلة الاستثمارات، مجلة الاستثمارات الإشكال اللي فيها أنها مجلة معقدة للغاية، وفيها معناتها بنود وفيها قرارات وفيها حوافز ليست واضحة. لازم اليوم يقع تطويرها باش تكون مجلة ملائمة لتطور الاستثمار العالمي ومعناتها تطور رغبة وحاجية المستثمرين، وتكون تونس عندها جاذبية أكثر. معناتها هناك إشكال في تونس على مستوى الاستثمار والمشاريع الكبرى، أنه الإدارة التونسية في بعض الأحيان تعطل هي بيدها، ومعناتها تخلي المشاريع تمشي ببطء، معناتها لأنه فما عدة إجراءات، عدة تعقيدات، هناك عدة معناتها كما يقولوا تراخيص تمنحهم الإدارة، وهذا يعطل المستثمر. فمجلة الاستثمارات قلنا نحن ماذا بينا المجلة الجديدة تكون معناتها فيها أكثر مرونة، تكون فيها أكثر سهولة معناتها في التعامل مع الاستثمار، وتسهل عملية الاستثمار، وتسهل كل ما هو معناتها رخص وكل ما هو أوراق إدارية. هذا هو المطلوب في المجلة هذه. طيب فيما يتعلق بالإصلاح البنكي أستاذ، أنا أستغل دائما وجودك معي للاستفادة، وأنت لأنه معطيات لابد أن يفهمها المواطن التونسي أو حتى كذلك من يتابعنا حتى يفهم كيف تسير الأمور في تونس. النظام البنكي هذه الوزيرة طلبت كذلك بمراجعته، أين الخلل في النظام البنكي؟ والله لازم نوضح ساعة نقطة مهمة حسب اعتقادي، أنه المنظومة البنكية في تونس هي منظومة مهمة للغاية. معناتها 87% من حاجيات الاستثمار في تونس جايين معناتها من المنظومة البنكية. نحن السوق المالية نتاعنا هي سوق صغيرة، والبورصة هي صغيرة، وما في ما فيش صناديق استثمارية كبيرة أو صناديق استثمار. معناتها الاعتماد كله يقع على المنظومة البنكية، والمنظومة البنكية تشهد عدة إخلالات وعدة مشاكل على مستوى نسبة المخاطر عالية، نقص السيولة، هناك سوء حوكمة، وهناك زاد حتى ضعف معناتها في الموارد، ولا في ما يعبر عنه باللي فون بروبر معناتها الموارد الذاتية للبنوك هذه ضعفت، لأنه قبل الثورة وقع استغلال هذه البنوك من طرف العائلات الفاسدة ومن طرف معناتها نظام بن علي، وقع إنهاك البنوك هذه، وبعد الثورة لم يقع إصلاح هالبنوك هذه، ونسق ضعف الاقتصاد، النسق الاقتصادي والمشاكل اللي شدتها بعض المؤسسات وحتى بعض الخواص ضرب هالبنوك هذه، وخلى البنوك هذه في حالة اليوم معناتها حالة نتاع عجز وحالة نتاع خسارة، ناهيك وأنه بنوك عمومية اليوم يقع تمويلهم من طرف الميزانية نتاع الدولة. في سنة 2015 معناتها وقع اعتماد 1.2 مليار من الدنانير، معناتها 1200 مليار من المليمات، وقع معناتها صرفهم من ميزانية الدولة إلى البنوك العمومية لإنقاذ البنوك العمومية. فالبنوك العمومية الآن في حاجة، والبنوك بصفة عامة في حاجة ماسة إلى إعادة رأس مالت البنوك هذه، وفي حاجة ماسة إلى حكم رشيد، إلى أكثر شفافية، إلى تحسين منظومة كل ما هو تصرف في المخاطر، وكذلك تطوير معناتها خدمات البنوك هذه، وفي نفس الوقت معناتها إجراء نوع من التطهير على مستوى بعض الحسابات، لأنه فما معناتها نزل، فما شركات في حالة نتاع إفلاس وضرت هالبنوك هذه. لازم يقع تطهير العملية هذه وإعادة رأس مالت، ومعناتها يقولوا تقوية الموارد الذاتية لهذه البنوك. ابقى معي أستاذ معز، سأعود إليك مباشرة بعد أن أتواصل مع الأستاذ منجي الخضراوي الكاتب والمحلل السياسي في جريدة الشروق التونسية. أستاذ منجي مرحبا بك. الأستاذ معز الجودي الخبير الاقتصادي يقول أنه فعلا الوضعية التونسية وضعية طبعا صعبة، لكنه ليس حسب ما فهمنا ليس مع الاقتراض، لأنه الاقتراض كما ذكر هو يساهم في يعني انتهاك السيادة الوطنية. هل أمام تونس طرق أخرى للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليوم؟ نعم، هو من المفترض أن
الاقتراض هو اخر الحلول التي يمكن اتباعها، وعاده الدول التي تقترض فانا تلجا الى بعض الجهات والهيئات المانحه، وهذه الجهات والهيئات المانحه لها شروطها التي بالفعل تنتهي كالسياده الوطنيه. ولعل اهم الشروط الان هي ما يسمى ب 3P، هذه بي 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 يعني الشراكه بين الخواص والعمومي. نعم. وسيتم عبر هذا المشروع التفريط في اخر المكتسبات التي للشعب التونسي من ما هو عمومي، سواء البنوك العموميه سوف يتم المساهمه في راس مالها من قبل الخواص، ايضا المستشفيات، ربما التعليم، ربما الطاقه، وهذا مشكل كبير جدا، شركه الكهرباء والغاز. يعني الحقيقه هذه الاساليب او السياسات التي تبعت الاقتراض هي سياسات في نهايه المطاف ليبراليه تابعه، غير قادره على الانتاج، غير قادره على المبادره، غير قادره على الفعل، هي دورها سلبي متقبل، يعني تتلقى مبالغ ماليه في شكل سيوله، تضخها في السوق في يعني عناوين غير منتجه، عناوين غير متصله بالتنميه، عاده في تشغيل بعض الاشخاص بعد العفو التشريع العام على اساس سياسي، ايضا في اجور ليست هناك يعني تحت عنوان التنميه، وانما كلها عناوين اجور. اصبحنا في صرف ميزانيه الدوله تصرف من اجل حل المشاكل اليوميه، واصبحنا نقترض، او اصبحت الدوله التونسيه تقترض من اجل خلاص الديون، ولا تقترض من اجل يعني الاستثمار. يعني في الوضع في تونس اليوم في العديد من الجهات، قصرين، سيدي بوزيد، المناطق الشمال الغربي، المناطق الجنوبيه، يعني باستثناء حقيقه بعض الجهات او بعض المناطق في العاصمه والساحل وهي قليله، فكل بقيه الجمهوريه في حاجه الى استثمار. الخواص هم حقيقه لابد من قولها ان رجال الاعمال في تونس مارسوا حاله من الجبن، لانهم هبوا جميعا لانقاذ بن علي عشيه ازمته، و التفوا فيما بينهم في منظمتهم وقرروا مساعدة نظام بن علي بتشغيل كذبة تشغيل 300 ألف عاطل عن العمل. اليوم بعد أن تخلصوا من الدكتاتور وقفوا يتفرجون ويهربون أموالهم من تونس إلى أوروبا وسويسرا والمغرب، ووقفوا ضد هذا الشعب، وجزء منهم تورط سيد منجي السلاح من ليبيا، وجزء آخر تورط في الإرهاب. نعم. أستاذ منجي، يعني المعارضة، أستاذ منجي، المعارضة اليوم في البرلمان ضد هذا المضيف في هذا القرض بال 300 مليون يورو، البعض منهم وصل إلى ذكر أنه هذا استعمار جديد، وأن تونس بيعت ب 300 مليون، أليس في شيء من المبالغة؟ هل هناك حلول أخرى أمام الحكومة لتخفيض هذه الأزمة على التونسيين؟ نعم، هذا تصريح الشماخي حقيقة، فتحي الشامخي وهو خبير اقتصادي عن رئيس كتلة الشبه الشعبية. يعني المعارضة ليست كلها متفائلة، هناك معارضة مع هذا المشروع طبعا، لأنهم ليبراليون في تفكيرهم ويعتقدون أن ما يسمى بالمبادرة الخاصة والاقتراض هو الحل، والارتباط بدوائر الإقراض وهي في الحقيقة دوائر الاستعمارية، لأنه كل واضحين يكون هو الحل، لأنهم هم مرتبطون بلوبيات في الخارج إلى آخره. ولكن الجبهة الشعبية ترفض سياسة الاقتراض وتدعو إلى مراجعة المديونية، وهناك حلول أمام هذه الحكومة من أجل التنقيص من الاقتراض، ليس إلغاء وإنما تنقيص من الاقتراض، والاعتماد أكثر على الموارد الذاتية وخلق ثروة بتشغيل، ربما السيد جودي له تصور في له تصور في هذا المجال، ولكن يمكن بالاكتتاب الذاتي، يمكن بالمشاريع المنتجة داخليا، يمكن باستثمار الدولة في العديد من الجهات التي لا يمكن الخواص أن يستثمروا فيها، يمكن أن نتخلص مع تأجيل المديونية، وهذا ممكن قانونا وفقا للقانون الدولي، هناك اتفاقية دولية يمكن تأجيل خلاص ديون وليس إلغاءها. طيب. وبالتالي ليس الاقتراض هو الحل لوحد. أستاذ منجي، أستاذ منجي، سؤال قريب إلى السياسي منه الاقتصادي، الكثير اتهم من صادق اليوم على هذا القرض أساسا، نواب النهضة، نواب نداء تونس، ربما الاتحاد الوطني الحر، بأنهم صادقوا بدون أن يطلعوا على
أي معلومة وعلى أي شرط حول هذا الاقتراض؟ هل هذا بهذا الشكل تم لم يعرض عنه على يعني لم يعرض أي شيء من شروطها، طريقة الدفع، نسبة الفائض، لم يعرض شيء على النواب صادق ومباشر بهذه السهولة يعني؟ لا، هم مطلعون ولكن لم يطلعوا على الجزئيات، لأن الجزئيات في الشروط والعقود كلها عفوا لم يتم تسليمها للنواب، وبرر رئيس المجلس ذلك بتكاليف الطباعة، مع العلم أن الطباعة لن تتجاوز 10,000 دينار التي يمكن دفعها في يعني من في أجرة نائبين أو ثلاث. يعني ليس هذا مبرر للأسف. نواب النهضة و يعني نداء تونس وهما يتبنيان يتصور الليبرالي طبعا مع الاتحاد الوطني الحر الذي ينتمي أكثر إلى الفضاء اليميني الليبرالي، فأنه ليس لهم مشكل مع الاقتراض. وهناك حال من دعني أقول حالة من الانسجام التبعي أيضا، لنتذكر في فترة الترويكا تم بيع تونس يعني بوضوح لتركيا، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، وتم يعني الحصول على قروض بفوائض مشتقة جدا. ولكن للأسف تلك الأموال لم توجه للتنمية وإنما توجيهها للتعويضات ولأجور الموظفين، واضح تكشف الأيام القادمة على أشياء أخطر من ذلك. واضح جدا. شكرا جزيلا للأستاذ منجي الخضراوي الكاتب والصحفي بجريدة الشروق، شكرا لك على هذه المساهمة. أعود للأستاذ معز الجودي. أستاذ معز، الوضع صار واضح الآن وهو من قبل لكن زدنا شيء من التفصيل، لكن ما هي الحلول المقترحة والممكنة الآن التي يمكن تأخذ مكان هذا التداين، يعني الحلول الذاتية إن صح التعبير؟ هو الحلول لازم تكون حلول عميقة وحلول معناتها تشمل جميع المجالات الاقتصادية. مشكل التداين ماهوش مشكل منعزل، هو تابع معناتها وضعية اقتصادية عامة. اليوم لازم رئيس الحكومة الحالية السيد الحبيب السيد تكون عنده شجاعة سياسية كافية ويقوم بعملية تشخيص، وفي نفس الوقت يباشر التونسيين ويقول الحقيقة ويعطي الأرقام كما هي المؤشرات والأرقام، وفي نفس الوقت يجب أن رئيس الحكومة يحمل المسؤولية أن يبلغ ويقول شكون وصل الاقتصاد للدرجة هذه وشكون معناتها أخذ قرارات غير ناجعة ومعناتها اتخذ سياسات فاشلة اللي هي وصلت لنا للحالة هذه. هذا مهم ياسر تحمل المسؤولية، لأنه نجم نقول لك أنا هناك إلى حد الآن مسؤولين على المنظومة الاقتصادية والمالية هم بيدهم معناتها متفتين في خراب هالمنظومة هذه. إذا ما يقعش تحميل المسؤولية وما يقعش معناتها عدل هالمسؤولين هذه هذوما باش نواصلوا معناتها في الانهيار الاقتصادي. هذه النقطة الأولى. في نفس الإطار لازم رئيس الحكومة الحالي يعلن على عملية إنقاذ للاقتصاد الوطني، لازم تكون عنده شجاعة سياسية كافية باش ينطق كلمة إنقاذ. الإنقاذ هذايا يتم على 5 مراحل، المرحلة الأولى لازم إرجاع الثقة في المنظومة الاقتصادية التونسية مع الفاعلين الاقتصاديين. النقطة الثانية المهمة إيقاف نزيف العجز في الميزانية نتاع الدولة والموازين العامة كما الميزان التجاري، فما أدوات لازم يستعملوهم يوقفوا العجز. النقطة الثالثة إجراء إصلاحات جوهرية وعاجلة، إصلاح جبائي، إصلاح في المنظومة البنكية والمالية، إصلاح في منظومة الدعم، إصلاح في الاستثمارات، إصلاحات هذه تبدأ يوم قبل غدوة. النقطة الرابعة في برنامج الإنقاذ الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال واتخاذ وإقرار سياسة مشاريع كبرى. النقطة الخامسة والمهمة معناتها تكريس منظومة حوكمة وشريفية. نحن في تونس بعد الثورة كنا نتخيل انه مع بن علي وذهاب بن علي سينقص الفساد وسيزول الفساد في تونس، لكن ما رانا الا وانه الفساد ازداد في تونس. والان تونس فما فساد من شمال تونس الى جنوبها، فما اقتصاد موازي يمثل 53% من الناتج المحلي الخام، فما زياده في الرشوه، والان معناتها اولويه قصوى عند حكومه السيد الحبيب السيد انه يوقفوا معناتها دابر هالفساد هذايا ونمشيو للاصلاح، وبعض الاصلاح تجي اعاده تنشيط الاقتصاد. طيب استاذ معز، ماذا عن التهرب الضريبي؟ ماذا عن الأموال المنهوبة؟ ماذا عن الأموال المودعة في بنوك خارج تونس؟ لماذا لم تسعى الحكومة إلى استرجاع هذه المليارات الموجودة وآخر هذه الفضيحة ظهرت في نهاية الأمر من البنك السويسري؟ ثم التهرب الضريبي، لماذا عجزت الحكومات من بعد الثورة إلى الآن عن وضع حد لهذا التهرب الضريبي يقدر بمليارات يعني؟ بالنسبه للتهرب الضريبي انا ذكرت لك معناتها النقطه الثالثه في برنامج انقاذ، قلت لك اصلاح جبائي.
الاصلاح البدائي هو اللي من شانه انه يحسن في مردود معناتها مردودين عمليه المنظومه الجبائيه في تونس ويطور هالمنظومه هذه لانها منظومه غير عادله. أستاذ معز الصوت في يبدو فيه إشكال، سيحاول الشباب ترتيب الأمر يعني لا نكاد نسمعك. خليني أرحب في الأثناء بانضمام الأستاذ محمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. أستاذ محمد مرحبا بك. هناك يبدو وعودا بقروض ستصل تونس، ابداها البنك الاتحاد الاوروبي ب 300 مليون يورو. امس كان هناك الاجتماع المنتدى هذا بين تونس وامريكا استثماري اقتصادي لبغيه انقاذ الاقتصاد التونسي او دعم التحول الاقتصادي في تونس كما ذكر باراك اوباما في الرساله المتلفزه. المواطن التونسي اللي هو محل في نهاية الأمر البحث وسبب هذه الثورة وهو من قاد هذه الثورة من أجل ترتيب وضعه المعيشي لم يصله إلى حد الآن شيء، لم يستفد من ثورته شيء. كيف يمكن أن يستفيد من مثل هذه المساعدات التي تصل من أوروبا ومن أمريكا؟ هي ليست مساعدات، هي قروض يتكفل بها الأجيال القادمة. ونحن قبل أن تبدأ الدولة الحكومة في الحديد السيد في تقبل القروض والمساعدات لازم أن ترسي مخططاتها، لازم أن نرى المخططات أين ستذهب الأموال أولا، أين ستذهب الأموال. هذه أموال ستفقد كاهل الأجيال القادمة، لازم تكون برامج استثمارية تخلق الثروات وتنمي الجهات وتنمي خاصة الطبقات الوسطى في تونس التي اندثرت. نحن لسنا ضد الاقتراض، لكن لازم الاقتراض يكون أولا بمخططات البرامج الاستثمارية التي ستقوم بها الدولة. أولا نحن لم نطلع على البرامج بعد من حكومة سي الحبيب السيد، وحكومة سي الحبيب السيد ما زالت تقترض، بدأت تقترض. نحن هنا نتساءل ونحن نرفض أن نقترض لخلاص الأجور ولا الاستهلاك اليومي نتاع الحكومة. هذا سيثقل من الإخلالات في التوازنات المالية الكبرى للدولة وسينعكس سلبا على المستهلكين في تونس وعلى الطبقات الاستهلاكية. وتعرف احنا الطبقات الاستهلاكيه هي طبقات هشه تعيش في اوضاع صعبه للغايه من جراء تدهور الطاقه الشرائيه بتاعها. انا احكي على الطبقات الوسطى التي اندثرت، احكي على الطبقات الضعيفه، واحكي ايضا على 2 مليون تونسي يعيشون تحت عتبه الفقر. طيب يا استاذ محمد، الان إذا عمليا المواطن التونسي لن يستفيد من هذه القروض الشيء الكثير، ما هي الأموال أو الأسباب الذاتية التي يمكن للحكومة أن تستعين بها للتخفيف من هذه القروض يعني؟ شوف نحن نريد رؤية واضحة صراحة. نعم نحن في تونس نريد أن نوضح الرؤية. التونسي ينتظر عصا سحرية ستنزل عليه، لكن نحن متشاركون لرؤية أن نوضح الرؤية متاعنا ونشوف برامج استثمارية وأهداف محددة للرقي بالمستهلكين وشفافية السوق وشفافية المعاملات والتحكم في الأسعار الجنوني للأسعار وتخفيض نسب التضخم وتنمية الجهات و نحن لم نرى شيء. نحن ما زلنا ننتظر، نحن حكومة جديدة، نحن نتابع الوضع بحذر كبير بعين مراقبة ولثيقة للأمور. نحن لا نريد أن نعاون هذه الحكومة خاصة في بلورة برامجها المستقبلية. هذا يهمنا، نحن اليوم سنكون صرحاء، لا ننتظر أن تنزل علينا، لكن نحن نريد البدء في الإصلاحات. هذا اللي يهمنا البدء في الإصلاحات، وأول حاجة إصلاحات المعاملات التجارية في تونس والتحكم في الارتفاع الجنوني في الأسعار وتحسين وتصحيح مسالك التوزيع وخاصة منظومات الإنتاج. لازم أن تكون منظومات إنتاج ذات مردودية عالية يمكن لها أن توفر عرض يكون في مستوى معدل الأجور المدفوعة في تونس ولا معدل مستوى الدخل. هذا اللي يهمنا، الذي يهمنا اليوم
هو ونحن ما زلنا ننتظر. الحكومه دائما مستمده شعيرتها من الشعب ان توضح لنا مخططاتها. نحن راينا اشاعات ونحن قلناها للحكومه، نحن نثمن الاجراءات العاجله التي تقوم بها، لكن نحن نريد الاصلاح في الامر، نريد الاصلاحات الهيكليه التي ستاتي اكلها على مستوى تنقيه السوق وخاصه على توزيع الثروات. نحن نريد موديل ايكونوميك جديد، نحن نريد واحد عادل لتوزيع الثروات على الاشخاص وعلى الجهات. هذا لم نراه بعد، ونحن ما زلنا سنعطي مهله الى حكومه السيد نحيب السيد. نعم. لكي تبرر اتجاهاتها، الاتجاهات فما اشارات قويه، لكن ما زلنا على ارض الواقع، ما زلنا ما طلعناش على البرامج على المستوى المتوسط. كما قلت لك نحن نريد حلول هيكليه وجذريه. نعم. للماليه العموميه للدوله، لمستوى القروض الداخليه والخارجيه، للبرامج الاستثماريه في داخل الجهات والنمو بها، الى تحسين الطاقات الشرائيه. نعم. الى التعامل مجددا مع الطبقه الوسطى اللي هي المحرك الاساسي للتنميه، التي من غير طبقه وسطى قويه لا يمكن ان تكون هناك تنميه، ولا يمكن ان تكون هناك نسب نمو كبيره. يمكن لها ان تجابه الاستثمارات داخل الجمهوريه، ان تنمي الجهات، ان نقوم بواجبنا بارجاع القروض. اليوم نحن في تونس عندنا مشكل، اليوم ابتداء من 2016 نبدا نسدد ما قيمته ما بين 7000 و 8000 8 مليار دينار، وهذا شيء كبير. سنبدا بارجاع مرتين ما كنا نرجعه في سنه 2016 و2014، وهذا شيء كبير، وهذا يحفزنا باش نشتغل ونخلق الثروات، وتكون التسيير يكون نزيه الى حوكمه رشيده في تسيير دواليب الدولة. هذا مطلبنا نحن. طيب ابقى معي استاذ محمد، ساعود اليك لو سمحت. ارحب بالاستاذ عبد الجليل البدوي، استاذ الاقتصاد بالجامعه التونسيه. استاذ عبد الجليل مرحبا بك. الان الكل يتحدث على ان الاقتراض هو نوع من انواع انتهاك السياده الوطنيه، انه مرفوض، يجب التقليص منها. لكن بالنظر للوضع الذي تمر به تونس، ما هي الوسائل التي ان تركنا الاقتراض يمكن ان نستعيض به ونستعملها من أجل التخفيف من هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس؟ هل لدى تونس أسباب أخرى للتخفيف من حدة الوضع الاقتصادي بالاستغناء عن الاقتراض؟ بالطبع هناك عديد الوسائل الأخرى. أيوة. تهم تعبية الموارد الذاتية الداخلية، والتعبية هذه تتطلب جرأة وإصلاحات جذرية، خاصة في ما يخص المنظومة الجبائية، لأن هناك عديد العناصر الاقتصادية التي تحتوي على نسبة هامة من الثروة، لكن لا تساهم في تقديم موارد جبائية للمجموعة العمومية، خاصة نظرا لوجود اقتصاد غير منظم أصبح يحتل مكانة مفرطة، يتجاوز تقريبا 50% من الدخل الخام للبلاد التونسية. ورغم هذا الموقع، فإن هذا الاقتصاد غير منظم مساهمته تكاد تكون منعدمة، وخاصة أصبح بانتشار التجارة الموازية أصبح يحتوي ويتمكن من نسبة هامة من الثروة التونسية. اولا هذا معناه يلزم الادخار العمومي عبر الجبايه يرتفع، خاصه ان في المستقبل القريب على الاقل مده السنوات الاثنين القادمه والثلاثه لا يمكن التعويل بالاساس على الاستثمارات الخاصه، ويجب التاكيد على الاستثمارات العموميه لخلق الانتعاشه الاقتصاديه المنشوده. ثاني حاجة، هناك زاد القرض الداخلي، القروض الداخلية اللي يمكن كذلك اللجوء إليها.
هذا من أهم الموارد الداخلية اللي يمكن التعويل عليه، لكن هذا يتطلب إصلاحات جريئة. ثاني حاجة، الإصلاحات الجريئة هذه يجب أن تندرج في نظرة عامة لمنوال تنمية بديل، حتى لا تكون الإصلاحات خاضعة لتوصيات بعض المراكز. أستاذ عبد الجليل، هذا هو السؤال الآن مطروح، هل لدى تونس منوال تنموي جديد؟ يعني تدخل في إطار هذه الإصلاحات اللي مطلوبة الآن؟ من المؤسف أنه فما غياب نظرة شاملة لمنوال تنمية بديل، وبالتالي خوفي أن الإصلاحات الجارية تكون لا تتسم بالانسجام والتكامل بينها. هي مجرد إصلاحات بملاد في أغلب الأوقات من طرف توصيات جهات عالمية مؤسسة. طيب أستاذ عبد الجليل، إصلاحات مملات، البعض يتخوف الآن من ما يسمى بالخصخصة، لأن هناك يعني شركات تابعة للدولة يبدو أنه من ضمن الشروط ومن ضمن الإصلاحات المملات هذه أنه حتى ربما بعض البنوك يقع التفويت فيها أو فتح مجال المساهمة فيها حتى لرؤوس الأموال غير يعني الشخصية، يعني اللي عنده أموال البنوك أو مش عارف شركة الطيران أو أي شيء من آخر. هل هذه الخصخصة لو ذهبت الحكومة في اتجاهها هل ستكون لصالح المواطن ولصالح اقتصاد التونسي أم أنها ستزيد الطين بلة كما يقال؟ في قطاعات حساسة الخصخصة ستكون مأساوية على الاقتصاد التونسي، خاصة في القطاع البنكي، لأنه نعرف التمويل الداخلي يعتمد بالأساس على القطاع البنكي، والقطاع البنكي في حاجة أكيدة إلى إصلاح عاجل، لكن معناها لا يمكن التفريط في هذا القطاع إذا كانت الدولة حارسة على تكريس منوال تنموي بديل فيه مكانة للإرادة الجماعية وللفعل الجماعي. تكون ذاك الوقت فقدت أداة إذا انتجت إلى خصخصة البنوك العمومية، فقدت أداة هامة لتمويل المنوال التنموي البديل، خاصة أنه في مجال دائما التمويل القطاع البنكي لديه هامش كبير، ما يمكن تحسين مردوده وأداه وتقوية مكانته في التمويل. نحن الوقت الحاضر القطاع البنكي نسبة التمويل لهذا القطاع لا تتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام، النسبة نجدها تفوق 100% في البلدان الصاعدة، وبالتالي هناك هامش لباس به بين 70% و100% ألا يمكن توفيره إذا كان قمنا بإصلاح المنظومة البنكية، وإذا كان حافظنا كذلك على طابع العمومي لجزء هام من هذه المنظومة. وبالتالي بالطبع توصيات الكوليكية كلها سواء كان الآتية من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو الاتحاد الأوروبي كلها تصب في اتجاه الخصخصة وتحرير الاقتصاد والتمشي بأكثر نسق في هذا الاتجاه. وبالتالي احنا يلزمنا نحدد أولا الشيء اللي نرغب فيه من ولا التنمية البديل، وعلى ضوء هذا نحدد ما هي الإصلاحات التي تساهم في تكريس هذا المنوال التنموي البديل، وعلى ضوء هذا معناها نحاول نناقش وندير الصراع والتفاوض مع هذه المؤسسة حتى نحافظ على سيادة قرارنا وعلى مصالحنا الكبرى. لكن هناك تمشي منهجي يلزم يقع اعتماده أولا في ضبط آفاق ومحتوى المنوال التنموي البديل، ثانيا في ضبط محتوى الإصلاحات الضرورية والأكيدة وتحديد الأولوية على ضوء ما يتطلب البديل المنوال التنموي البديل، وانطلاقا من هذا تحديد علاقاتنا مع الأطراف اللي نتعامل معها والتفاوض
بما فيه بما يمكن أن يكفل واضح سيادة قرارنا. أستاذ عبد الجليل خليك معي، سأعود إليك لو سمحت، لأنه أود أن أستفسر منك حول كيف يقع الدفع، لأنه في حديث الآن الديون هذه ربما تستحوذ على 54% من الناتج المحلي الخام لتونس، منتظر أنها تزداد هذه النسبة. سأتحدث معك حول الحل، لكني أعود للأستاذ محمد زروق. أستاذ محمد، في حديثك قبل قليل كنت تتحدث على أنه لابد أن نعطي فرصة لهذه الحكومة، وأن المواطن التونسي لابد أن يأخذ أو أن يقدم مساهمته في التخفيض والتقليل من هذه الأزمة، حدة الأزمة على المجتمع التونسي. هذا يدفعني للحديث عن قيمة العمل عند التونسي. الكثير الآن يقول إن التونسي خاصة الشباب فقد شيء اسمه العمل أو حب العمل أو حب الشغل يعني، ويود الكسب السهل. كيف يمكن أن تقاوم وأن تحد من أزمة اقتصادية في مجتمع قوته العاملة اللي هم الشباب ليست لديهم هذه القيمة وهذا الحب في العمل والتفاني من أجله يعني؟ سيدي الكريم، كيف تريد من شاب من يشتغل ويعطي مجهودات وانتاجية ونطالب منه انتاجية كبيرة في او على مستوى الاجور، مستوى اجور منحط كثيرا يحبط. اليوم عندنا مشكل كبير في تونس. تونس لم تعد بلدا اللي الاجر الادنى يكون في مستوى 60 دولار، هذا مش معقول. هنا هذا المشكل الكبير. يوم فما عزوف، فما عزوف عن العمل، وهناك حتى الانتاجية، الطاقات الشرعية لم تعد مكافئة مع كلفة الحياة في البلاد، وهذا محبط. يوم فما عائلات كثيرة في تونس يوم 10 و 12 لا تقدر أن تفي بحاجياتها الضرورية صراحة. لا أحكي على النقل، لا أحكي على الصحة، لا أحكي على التعليم الخاص اللي بدأ ينتشر. يوم فما مشكل جوهري، وكما قال الاستاذ لازم فما موديل ايكونوميك، لازم فما رؤيه اخرى. اليوم مشكلنا تونس لم تعد تستحمل نسبه الاجور النازله صراحه. طيب كان نحب نحفز العمل ونحب نحفز الشباب للعمل، لازم ان ندرس بجديه كلفه الحياه في تونس ومعدل الاجر المدفوع. معدل الاجر المدفوع بقرابه 50% من التونسيين لا يفي لهم بالحاجه، وهذا هو الاساس. اليوم ما فماش عزوف على العمل، فما التونسي عنده انتاجيه عاليه. واسالوا المؤسسات الاوروبيه المصدره كليا التي تشتغل في تونس. اليوم العامل التونسي عنده انتاجيه عاليه، لكن صراحه هو اليوم قابله نسبه اجر متدنيه كبيرا. اليوم تونس لم تعد تستحمل. طيب يا استاذ محمد، لكن هذا في كل الحالات صحيح وهو موجود بالفعل، لكن لا يبرر عزوف الشباب. يعني البعض يتحدث انه في بعض القطاعات في تونس يحتاجون الى ان ياتوا بيد عامله اجنبيه، يعني مثل قطاع البناء وغيره. يعني سيدي كريم، باجر ادنى نتاع 180 دولار، ما هذا محبط. هذا اجر محبط صراحه. ونحن قلنا في الدفاع المستهلك لازم نمشي للقطاعات المصدره اللي فيها قيمه اضافيه كبيره. نحن لازم نترك الصناعات اللي ما فيهمش قيمة مضافة، واللي ما نجمو يعطيو كان أجور هابطة. لازم نمشي، وهذه استراتيجية، وهذا الموديل الإيكونوميك الجديد الذي نرجوه أن نتجه إلى القطاعات الإنتاجية اللي فيهم طاقة شرائية، والتي تستحمل أن تعطي أجور بتاع كاسبية بتاع 400 و500 و600 دولار. صراحة هذا مشكل كبير. اليوم النسيج ومكونات السيارات هذه حتى قيمة إضافية، هذا عازف عنهم الشباب صراحة. نعم، وهذا مشكل مطروح، وهذا مشكل صراحة. اليوم الصناعات اللي تعطي الأجر أدنى، اليوم عندنا 400,000 عامل في تونس، على 400,000 اجر ما اقل من 180 دولار في الشهر. نعم. في المقابل كلفه الحياه، لا انتم تعرفوها كلفه الحياه ونسب التضخم ومؤشر العام الاستهلاك العائلي في ارتفاعات صاروخيه. وهذا هو الاشكال صراحه. لكن العامل التونسي
يقعد هو مثال الى الانتاجيه ومثال الى الانضباط. وهناك فما مشاكل هيكليه، لازم فما اداره نتاع الموارد البشريه هي مفقوده في اكبر شركاتنا عند الدوله. الدوله هو من 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 اكثر المشغلين، لكن نعم. من ما عندوش سياسات في تطوير الموارد البشريه وفي تحفيزهم وفي البلاد في 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 البلاد كارير نتاعهم في المستقبل المهني. واضح واضح جدا، كل غايبه اليوم. نعم. لازم نشوف الامور من الناحيه هذه، ولا نقول ان فما عزوف ولا ما فيش انتاجيه، هذا مش صحيح. هنا فما اختلالات كبيره واضح جدا من الناحيه هذه في تونس. شكرا يا استاذ. نعم تفضل تفضل استاذ محمد. انا نحب نعقب على مشكله الخصصه. اليوم الكونسيبت الجديد هو ما مش الخصصه اليوم هذا التراتي البارتنيريا بيبليك بريفي التشاركيه، تشاركيه الخواص مع القطاع العام. هذا صراحه، وهذا هنا المشكل المطروح اليوم كبير، وهو كونسيبت خطير ولم مازلنا ما حكيناش عليه وفسرناه الى عموم المواطنين. هذا الكونسيبت عنده آثار سلبية كبيرة وكبيرة جدا على المؤسسات الوطنية وعلى تخلي الدولة التام. هذا الكونسيبت هذا نتاع التشاركية ما بين الشراكة ما بين القطاع العام والخاص صراحة، وهذا موقف لازم ندرسه بتروي كبير جدا. نحن اليوم صحيح في تونس نحن في اقتصاد سوق، في اقتصاد حر، لكن في المقابل اليوم 70% من الطاقات الاستهلاكية بتاعنا من مواطنينا يعيشوا ظروف صعيبة جدا. واضح. القوانين التي تنظم الأمور الاقتصادية في تونس هي تشريع ضعيفة جدا. نحن قبل كل شيء لازم نرسي تشريع تحفظ حقوق الدولة وتحفظ حقوق المستهلكين اللي يعيشوا في تونس قبل ما نمشي إلى الكونسيبت الجديد هذا نتاع التشاركية المشاركة ما بين القطاع العام والخاص. واضح. وهي خوصة في ثوب جديد. شكرا شكرا لك أستاذ محمد زروق رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، كنت معي من تونس. أعود لأستاذ عبد الجليل بدوي، أود منك تعليق حول هذا ما صار يسمى في تونس بالتروا بي، هذا الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ما هي أهم ملاحظاتك، وهل أن هذا فعلا سيدمر ربما المقدرة الشرائية لضعاف الحال في تونس عددهم يزداد سنة بعد أخرى؟ المفهوم هذا جديد ومطبق معنا في حقيقة الأمر في عديد البلدان الأخرى، لكن بالنسبة لتونس هو مفهوم جديد وفيه مشروع قانون تحاول الحكومة تمريره لتكريس هذا المفهوم وهذا العمل بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. هو في حقيقة الأمر مدخل جديد لإخضاع القطاع العام لا يقع خوصصته إلى مفاهيم وإلى منطق سلعي وإلى منطق الربح وإلى هيمنت قد يكون، وإخضاعه إلى رغبات وحاجيات وهيمنت ومنطق السلعي اللي يخص القطاع الخاص. وهذا خطر يمكن أن المنزلق يمكن أن نقع فيه في غياب نظرة كما قلنا للتنمية بديلة، لأن إذا كان نكتفي بالتشبث بنفس الاختيارات السائدة إلى حد الآن معناها فما هناك خطر كبير أنه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ستكرس هذه الاختيارات النبلارية وتندرج في نفس المنطق، ويوقع لازم تقول معناها تعكير الجو الاقتصادي أكثر من تحسينه والنهوض به. فيما يخص قيمة العمل معناها إلى حد الآن اللي يعملوا هم العمال نفس العمال، ما موقعش تبديل التركيبة العملية. لكن المشكلة هو أنه بعد الثورة الناس مع حرية التعبير تحب تدارك هضم الحقوق اللي ميزت الفترة السابقة ما قبل 2010، وبالتالي وقع كانوا نوع من اللهفة ونوع من انتشار منطقة الغنيمة، لأنه كل إنسان يحب يدارك في أقرب أوقات الضعف أو الاختلال
او النواقص اللي حصلت في الفتره القادمه. وبالتالي هنا يلزم نوع من الحس المدني من طرف الجميع، وخاصه من طرف الناس اللي استفادت من الفتره اللاحقه، ولا هي الوقت الحاضر مطالبه من منطق التضامن انها تساهم في توفير اسباب اعاده انطلاق الاقتصاد وانتعاشه. وبالطبع مش العمال معناها لو هم مطالبين اكثر من غيرهم، اذا كان حبينا نعملوا التحليل المقارن، معناها العمال الى حد الان هم اللي كانوا ضحيه الاختيارات النيوليبراليه، سواء كان في مخص اجرهم، سواء كان في مخص الضغط الجبائي والاجتماعي المسلط على هذه الاجور، سواء كان في مخص التراجع في نمط التشغيل الحاصل، لانه مع التحويرات قانون الشغل لو قاعد خالها عام 1994 و 1996 ولات هناك اكثر مرونه، وخلات هناك عديد المظاهر نتاع التشغيل الهشه في اطار عقود محدده الاجال، في اطار تربص، في اطار العمل الموسمي الى اخره. معناها طيب توا عندنا 44% من العمال اللي يشتغلوا بدون عقد في تونس، نظرا لوجود القطاع غير المنظم الى اخره وكذا، بدون عقد. معناها طيب استاذ عبد الجليل، هشاشه قصوى. نعم استاذ عبد الجليل، فيما يتعلق بدفع الديون المستحقة على تونس، في حديث على أنه الآن هذا يستحوذ على 54% من الناتج الداخلي الخام يعني لتونس، وربما مع مرور السنوات سيزداد هذا النسبة. هل هناك خوف على أنه فعلا تونس يأتي وقت تصبح على حافة الإفلاس كبلد يعني؟ هذه النسبة، هذه 54% هي نسبة التدائن العمومي بالمقارنه مع الناتج الداخلي الخام. قداش تمثل الديون العموميه بالمقارنه مع الناتج الداخلي الخام؟ وفي الديون العموميه ما فماش كان الديون الخارجيه، فما ديون داخليه كذلك. الشيء الخطر هو النسبه هذه، معناها لازم تقول بالمقارنه مع البلدان الموجوده توا تتسمى مش مشطه، هي نسبه تجاوزت الحد الاحمر. نعتبر بعد 50% هناك خطورة في وضع التدين، لكن الخطر الكبير هو أنه انطلاقا من 2016 تسديد الديون مش يولي عنده ثقل ويمثل عبء كبير جدا على الميزانية العمومية، وخاصة إذا كان موقعتش انتعاش الاقتصاد وما وقعش معناها تحسين نسبة النمو وكذا، مش تولي الظروف تسديد هذه الديون عسيرة جدا. واحنا إلى حد الآن معناها منذ سنوات نقترض لإرجاع الديون القديمة، معناها فما نسبة كبيرة. هذه المشكلة هي التدين، هو أنه أولا القروض اللي نتحصلوا عليها نسبة ماشية ل النفقات التسيير مش ماشية لنفقات التنمية والاستثمار العمومي، والنسبة الأخرى ماشية لمعناها تسديد القروض القديمة. وهذا الخطر، والخطر مش مطلق في التداين، في توظيف التداين وفي توفير الإمكانيات التي تسمح بتسديد هذه الديون. توا احنا في مرحله ان توظيف التدين يطرح مشكله، لانه يعني توظيف ماشي كما نقولوا نحو الاستهلاك واسترجاع الدول القديمه. نعم. وثاني حاجه انه المشكله انه الوضع في المستقبل القريب لا يسمح باريحيه في تسديد التدين، معناها سيقود الى الاستمرار في اللجوء الى التدين. طيب استاذ عبد الجليل، استاذ عبد الجليل، استاذ عبد الجليل، لو ما الذي يمكن ان يحدث لو تونس قرر عدم سداد هذه الديون مثل ما حصل مثلا مع الارجنتين وغيره، وتهتم فقط بامرها الداخلي، ما الذي سيحصل في هذه الحاله؟ والله طول الوقت الحاضر احنا في وضعيه موازين قوى لا تسمح بمثل هذه القرارات الجذريه. تبقى احنا في ظرف زاد كذلك
جديد، خاصة ما يجري مع اليونان الوقت الحاضر. نعم. هي تطرح في نفس القضايا، لأن اليونان رافضة برامج تقشف ورافضة معناها تسديد الديون المتخلدة بذمتها، وبالتالي احنا في نفس الوضعية، احنا معناها قادمين على إصلاحات تفرض علينا سياسات تقشفية، وقادمين كذلك على وضعية مواجهة ديون أصبحت ثقيلة وصعبة التسديد. وبالتالي احنا في ظروف الإشكالية مطروحة. واحنا كبلد جوار، لأن عندنا اتفاقيات جوار مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن نعتمد دبلوماسية حثيثة لطرح مثل هذه الإشكالية من زاوية مصالحنا الخاصة ومن زاوية منظورنا الخاص. واحنا الشيء اللي يمكن نلقاه فيه بعض التجاوب ويلزم استغلاله أكثر هو إلغاء بعض الديون، خاصة الديون العمومية الثنائية هذه بين الدول والعمومية، بذات بعض الدول أما ألغت نسبة من هذه الديون أو عبرت على رغبتها، يلزم استغلال النوايا الحسنة هذه وتكريسها على أرض الواقع. كذلك يمكن زاد اقتراح تحويل بعض الديون إلى تمويل مشاريع كبرى. نعم، استثمارات. نعم، هذه المشاريع قائمة في المشاريع ومقترحات جدية وملفات مدروسة لتحقيق التمويل بتاع مشاريع كبرى عبر تحويل بعض الديون. يجبنا ندخل في منطق من نوع هذا لتخفيف عبء الديون، هذا يتطلب معناها الساعة دبلوماسية حثيثة، ويتطلب كذلك من طرف الإدارة التونسية تحضير ملفات من الناحية الفنية والعملية تكون واضح جدا، معناها تتبعث الرغبة لدى الأطراف المتعاملة معها على شكراً. توفير ظروف تحويل بعض الديون إلى تمويل استثمارات جديدة. شكرا، شكرا جزيلا الأستاذ عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادة. وأرحب الآن مشاهدي الكرام بانضمام من عام حركة الشعب الأستاذ زهير المغزاوي معي من تونس كذلك عبر الهاتف. أستاذ زهير، حركتكم حركة الشعب إضافة لقوى المعارضة الأخرى عارضت وبشدة هذا القرض الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو، حتى أنه سالم العبيض قال أنه نحن نبيع تونس ب 300 مليون، قال أنه كذلك يبدو أنه بمعنى أنه استعمار جديد. لماذا هذا الرفض لهذا القرض؟ يعني هل هناك حل آخر بالنسبة للنظر للوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس؟ شكرا. أولا يعني بالنسبة لهذا الرفض، ثم مسألة يعني شكلية، هو أن هذا القرض يعني هو مسحوب بمذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد والصندوق النقد الدولي. أيوه. الملفت للانتباه أن نواب الشعب وحتى لجنة المالية في مجلس نواب الشعب لم تقدم إليها هذه مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم نحن لما طلعنا ودخلنا للسيت يعني تاع البرلمان الأوروبي طلعنا على بعض فصول هذه الاتفاقيات تتحدث على يعني شروط حتى يعطى هذا القرض لتونس، من ضمن هذه الشروط يعني التدخل في موضوع الدعم، التدخل في موضوع التشغيل في الوظيفة العمومية، التدخل في مسألة الإدارة إلى آخره. فإحنا لاحظنا أن هذا القرض فيه مس من السيادة الوطنية لتونس. يعني هي المشكل يعني كما كان يتحدث الأستاذ البدوي منذ حين، يعني هي الوضع في البلد اليوم يعني وضع اقتصادي صعب جدا. إحنا في حركة الشعب لسنا ضد التداين بشكل مطلق، ولكن نحن نطرح السؤال الكبير اليوم الذي يجب أن يطرح في تونس، إلى متى سنستمر في هذا يعني في مسلسل التداين؟ يعني احنا نسبة التداين ترتفع، وصلت إلى 54 أو 53%. لا توجد رؤية واضحة
يعني للحد من مسألة التدين، لا توجد رؤية واضحة للتفاوض مع الدائنين حول إلغاء بعض الديون أو حول إرجاع بعض الديون. هذه الديون لا تذهب اليوم إلى التنمية يعني لخلق الثروة، هذه الديون في مغلبها بعد الثروة بعد الثورة ذهبت يعني للاستهلاك، ذهبت باش نخلصوا بها الشهري، ذهبت يعني في مسائل. إذا كان نستمر في هذا الوضع، احنا اليوم في مجلس النواب الشعبي يعني تقريبا نناقش جملة من المشاريع، أغلب هذه المشاريع هي ديون من جهات يعني مختلفة من أجل يعني الاستهلاك، من أجل بعض يعني فما وضعية صعبة وصعبة جدا في تونس. احنا ما يزعجنا جدا هو أن الحكومة التونسية رغم أنه الحكم عليها في هذه الفترة الوزيزة ربما يكون من التعسف، ولكن ما نلاحظه على الأقل من المؤشرات الأولية أنها يعني تتبع نفس التمشي الذي تتبع فيه الحكومات السابقة. من لا ننسى أن السيد مهدي جمعة في آخر أيام حكومته يعني أخذ تونس قرض رقاعي يعني كبير جدا، القرض هذا حتى أنه دستوريا يعني يطرح نقاط استفهام عديدة، لأنه نعم. مواضيع القروض يعني حسب الدستور يجب أن تمرر يعني المجلس النواب الشعب في مشاريع قوانين. احنا لما بحثنا ما لقيناش حتى مشروع قانون يعني كيف تمت هذه القروض. يعني احنا اليوم اطلقنا صيحة فزع، اطلقنا نداء داخل مجلس النواب الشعب الى الحكومة، الى كل القوى الوطنية، الى المنظمات الوطنية، الى الجميع، الى المواطنين، هو ان نبحث وان نفكر جماعيا في كيفية خراج البلد من هذا التمشي، التمشي في مزيد التدين، التمشي في مزيد يعني. طيب سيد زهير، أستاذ زهير أنا أطلب منك لو سمحت البقاء معي، مضطر إلى الذهاب إلى فاصل قصير جدا ثم نعود لمواصلة الحديث معك حول استتباعات هذا القرض وكيفية الإعادة وماذا سيستفيد المواطن التونسي البسيط من كل هذه القروض التي تصل إلى تونس. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث مع الأستاذ زهير المخزاوي أمين عام حركة الشعب، فابقوا معنا.